أولا صباح الخير، أنا سعيد بوجود دعوتك في هذا الصباح حيث توفقت للوصول، لأن كانت هناك محاولات عدم وصولي ولكن الحمد لله توفقت للوصول. أنا جد ممتن لأخي وصديقي وحبيبي سامي رحيم العطري على دعوته وشاركته في هذه اللحظة، رغم أن الوقت سيدة رئيسة أعتقد أنه محدد لي 10 دقائق سيكون محبطا، وتعرف ان السوسيولوجيين حينما يكون امام الظواهر تشكل مدخلا اساسيا لكي يقارعون كل القضايا خاصه المثل الادبي انهم محتاجين الوقت، ولكن تلك 10 دقائق ستكون مثالية لانه ستعفيني من بعض كما سماها بول باسكون أن تفصح أمام الجمهورية السينولوجية ما لديك من منطلقات خفيات علمية. ومن هذا المدخل أنا أوجه شكري حقيقة لهذا الملتقى ولمحوري وفي هذه اللحظة التي أتمنى أن تكون لحظة ملتقى فكري وعلمي لكي نظهر أهمية العلوم الاجتماعية، لأهمية فقط مشتى علم من العلوم ولكن أهميتها لكي تجيب على أهم اللحظات التي يشتغلها المجتمع وتكون أكثر إيجابية بخصوص طرح المسائلة القضايا التي طرحها المؤسسات. ولهذا أهني الإخوة على اختيار مسألة الهجرة علاقتها بالقيم والتحولات على المستوى العالمي، وأجد نفسي مضطر أن أتزوج واحد النقطة أساسية وهو قد أشار إليها زميلي سيزا، وهو لابد لبحث المستقبل. الآن مستوى البحوث الاجتماعية في الجامعة المغربية أصبح متقدما وأصبحنا نشق مستويات متعددة، ويمكن آن الأول لحظة أن نعيد إعادة السؤال في علاقتنا مع المبنى السوسيولوجي في بدايته. تعرفون أن السوسيولوجيا بعلاقة المجتمع المغربي علاقة صعبة، المغاربة لم يكن يختارون يعرفون السوسيولوجيا إلا عن طريق طبعا الاستعمار، هذا أمر معروف وبديهي، فعلاقتنا كانت علاقة غير متكافئة. ولكن الآن جاءت اللحظة ربما يمكن نعيد النظر في ذلك المبنى، ثم نعيد النظر كيف يمكن تسخير العلوم الاجتماعية بما فيها السوسيولوجيا أساسا في خدمة تطورات المجتمع وأن تكون أكثر إجابة للأسئلة طرح المؤسسات. ولهذا انا ساقدم بعيدا، انا ادعو الباحثين انه جاءت الفرصه خلال هذا اللقاء ان نمتلك الاسلحه الابستيمولوجيه لكي تكون عندنا رؤيه نقديه لكل البث الادبي الهجروي عامه. وقد نبداو تاريخيا من 1930 من مباراه شيكاغو وفي السبعينات في اوروبا، ثم إرهاصات ذلك المبنى في طروحاته الكبرى على مستوى ما عرفه الآن من تحولات، ولكن سنقيس تلك التحولات على العالم الثالث وعلى المغرب بالأساس. طبعا ذلك المبنى دعا إليه أنا في نظري، يعني الوقت لا يسع، هناك مستويات في الأسئلة الإبستيمولوجية تجعلنا نتجاوز ذلك المبنى. أنا أعتقد جاءت لحظة تجاوز المبنى حتى المبنى الذي بدأ في إرهاصات لأنها ارتبط بالصدمة الحداثة والتحديث الذي عرفه المجتمع الصناعي. ثم كذلك محاولة أن الاتجاهات التي طلعت ذلك المبنى كانت اتجاهات كيف يمكن تأقلم أو نتأقلم الفئات التي عاشت هذه الصدمة الحداثة، وقد أشار الأستاذ فزة بن موسى. دون الوقوف عن حيثيات هذا المبنى لأنه لا يسعني فهم المناقشة، ولكن أنا أدعو أن نمتلك الآن في هذه اللحظة باراديغم آخر للمقارنة. الهجرة الآن هي معطى، والهجرة ليست جيدة حتى لا نندهش بما هو يصار ويصور في المقاربات بين قوسين التي تأتينا من الخارج أو تأتينا في سياقات طبعا التعامل مع المهاجر الذي بين قوسين تعمل معه في البداية أنه جاء لكي يزاحم الأوروبي في الطرف الذي يعيشه، لأن الأوروبيون اشتشعروا أن الضعف والرفاه الأوروبي والبدخ أو اللوكس كما سماه مانبراس في أوروبا
شجعت مؤسساته بأنه أن المجتمعات هو الثالث الأصل للرفاه في تلك المجتمعات، وبالتالي نشئها وتدفقها في هذا الاتجاه سيكون خطرا على هذا الرفاه وخطرا على وجود هذا اللوكس بين قوسين دو بورجوا كما سماه مارتاس على مثال. وعلينا أن نبدا بالتوكل، والهدف من أن ننبه الباحثين أن مفهوم الهجرة يجب أن نطرحه في سياق جديد، وهو السياق الذي نعيشه في اللحظة، هو السياق ما يسمى مفهوم التنمية الترابية. السياق الترابي طبعا الذي أدعو أن ننظر إلى إلى الهجرة كمفهوم في هذا السياق. لماذا؟ حتى أن نضعه في سياق اللحظة، اللحظة هي اللحظة الترابية، وتعرفون اللحظة الترابية في المغرب تقتضي منا أن نستوعب مفهوم الهجرة ليس فقط كجزء من الأشياء التي تم تداولها سابقاً بأنها تعكس نوعاً من 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 الديناميات ديال المغامرة، ولكن أن تكون رصيداً مهماً يساهم في التنمية الترابية. طبعاً بعدك لمقاربته أنا أدعوكم أن نقف عن محطة التبادلات في الماضي. إذا عندنا التبادلات الهجرة والحرج كما يقول جاك بارك هي التي كانت تشكل الخريطة الديموغرافية للمغاربة. المغاربة كلهم كانوا يتهجرون أو يهاجموا في الهجرة أو في الهجرة، وكان دينامية مجتمعية، وكان يرتبط بالبنية الاجتماعية أساسا اللي هي القبيلة، والقبيلة كانت طبيعة عيشها ووقعها وارتباطها بالمجتمع المادي كما ارتبط بالطبيعة كإنتاج وطبيعة نمط الحياة التي كان ساكنا فيها، وكانت غالبيتها هوية وتتحول وتتحرك وفق معطيات المجال وتغيراته. هو لهذا هذه الدينامية متى اختفت؟ اختفت مع ظهور الاستعمار. الاستعمار لأنه حدثان أساسيان جاء مع الاستعمار أثر في هذه الدينامية، وهو الاستعمار فرض الاستقرار، لا سبونتايزاسيون اللي كانت إنكسيون سوسيولوجيك غطاء الملامح في هذا الاتجاه. شنو اثرت؟ خلات البنيات اللي كنشوفوها على هذا المستوى ما تأقلماش سبونتايزاسيون كيف سوسيولوجي على الواقع أن يستوعب المجتمع هذا الاستقرار وفق تحول السوسيومجاني الذي كان يعيشه هذاك. وإلى عطتنا واحد الوضعية متذبذبة غادي نشوفوها في الثمانينات الأخطار ديالها، الأخطار ديالها في نظري كان في الثمانينات الأخطار ديال الجفاف تعرفونه، وبدأت الهجرة في المغرب كتدفق بشكل كبير جدا لدرجة أن بعض المناطق أصبحت طاردة طاردة ولم تكن آمنة. ولهذا أنا مع المستهدف الصافي حينما نطرح المخاطرة، ولهذا أرجو باحثين أوريلي شريك عنده واحد العنوان فرعي في كتابي مجمع المخاطرة، هذا العنوان هو بحث عن الأمان المفقود، وفيه إشارة أساسية هذا البحث. طبعا هو بحث يشير لنا بأن فعلا المجتمعات في السياق العالمي هي عندها إشكال في المستقبل، إذا أصبح المستقبل أفراد، كينونة الأفراد أصبحت المستقبل بالنسبة لها شيء يمكن نسميه صدمة كما سماها توفلان. إذا هناك صدمة، صدمة يعبر عليها أيضا مهم لا يقين. هذا المستقبل صفته الأساسية هو لا يقين في كتابه طبعا الهوية كذلك. إذا فالناحية السوسيولوجية نحن في واقعنا وفي سياقنا نريد أن نبحث عن القرار هل يمكن هذه الهجرة أو من الهجرة أو غسل الهجرة أن يكون أداة فاعلة في التنمية الترابية. ولهذا إذا أخذنا هذا الباراديغم في المعطى الترابي ويكون جزءا في المقاربة ونربطه طبعا بالمسلسل ديال التنمية الترابية التي نعيشها في إطار الجهوية في إطار الوجه الجهوية المتقدمة، سيكون لنا منظور آخر وستكون لنا أدوار أخرى كسوسيولوجيين وكباحثين في العلوم الاجتماعية أن نشيد على أهم قضية مطروحة عن مؤسسة الترابي في إطار اللامركزية أو المصالح المركزية التي كتمثلها الجهات الأساسية. عفوا ان الجهات اصبحت وحدات في اطار المشروع الجهوي المتقدمه، وحدات سوسيو اقتصاديه مستقله. طبعا المشاريع في اطار دوسور كيبدا ان سي حركات غادي نقضي صحيه تبدا ان اساسيا دوسور بدا التفريع ومبدا ديمقراطيه التشاور، مش مركز على مبدا التفريع. بدا التفريع لاول مره غادي نشوفوا اختصاصات اللي تنوعات، اختصاصات ذاتيه واختصاصات مشتركه واختصاصات منظومه. انا ركزت على الاختصاصات الذاتيه. الاختصاصات الذاتيه
مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشريع أسندها إلى الجهات. وباش تسند الجهات هذا المشروع، لأن الدولة ما بقاش هي الأم هي التي عندها إمكانيات أن تنمي وأن تقدم المقترحات التنموية، ولكن الدولة الفاعلة الأساسي في الطوارئ هو الأساس، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال جوج ديال العناصر الأساسية كاينة في الاختصاصات، وإعداد مخططات التنمية للجهة وما يسمى بالبلاغة ونسخة للشمال والجنوب من جهة الدولة. هذه جوج طريق مهمة أنا أنبه الباحثين ينتبهوا لها على مستوى المسلسل الترابي، ونعطي لكم هذا الباراديم كيفاش نردوه بالهجرة في هذا المسلسل الترابي. إذا أردنا السياق طبعا المرسوم أعتقد هو 299 صفر جوج الذي يحدد كالمرسوم التطبيقي يحدد إعداد مخطط التنمية للجهة. طبعا يقوم على واحد المقاربة أساسية أعتقد المادة 6 في المرسوم التطبيقي، لابد لإعداد المخططات أن يكون قائما على مقاربة تشاركية، في حين إشكالي مطروح على مستوى الجهات إذا قلنا كوحدة اقتصادية، إذا مباشرة غنكشف على جوج ديال العميل. العمود الأول هو الثروة الديموغرافية، ثم العمود الثاني الثروة الموارد الطبيعية اللي هي ريسورس ناتورال. منين نركزوا على هاد الاثنان معا شنو غنعطيو؟ نعطيو كيفاش نخلقوا ان الثروة الديموغرافية بالمستويات ديالها تكون هي الاساس التي تؤسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات على مختلف الوحدات الترابية المنتمية للجهة اللي هي العمالة الاقاليم والجامعات. إذا رجعنا القرائن اللي كتعطينا إشارات من وجوه النظرية أن الفاعل الترابي خاصو الباحث الاجتماعي، خاصو اللي يمكنو، لأن المخطط التنمية الجهوية ولا المخطط التنمية الأعمال الأقاليم ولا برامج الأعمال الجماعة اللي هي أصغر وحدات أساسية اللي يمكننا نأسسو بها المشروع التنموي ككل في إطار الجهوية، لأن هذا واش تنخرطو فيه، وهو نفكرو أنه في المستقبل في إطار التفاعلات الكينو المغرب كيخطو واحد الخطوات متقدمة على هذا المسلسل، لأنه يعني مسلسل مهم خصنا فيه جميع، وهو أن الرصيد الهجروي ما حرش في المقاربة الترابية عن الفاعلين، مع الأسف الشديد، ما حرش في جوج ديال المؤشرات، المؤشر الأول أن إعداد المخططات الجهة والمجتمع كيعطيك ستكون تقارب، ما كتقامش رؤية على المهاجرين اللي تنتميو للجهة، شحال عندنا من المهاجرين تنتميو للجهة برا. وبالنسبة لنا هذا كرصيد هجروي مهم وموارد ذكية في الخارج لها تجارب، خصنا نفكروا في إطار الرؤية ديال التسويق الترابي، وفي إطار الرؤية كذلك المفروض في إطار التنمية الاقتصادية على مستوى مفهوم التنمية الترابية تكون عندنا جاذبية ترابية، ماشي جاذبية ترابية للاستثمارات على مستوى المستثمرين الغير ممتنين، أولا نركز على المستثمرين أبناء البلد ولكن هم مهاجرون. إشكالنا وهذا موضوع يعيش فينا هم مهاجرون الذين يستثمرون في المجالات ذاك اللي كيحس براسو غريب في المجال ديالو، لأن ما كاينش إمكانيات مؤسساتية اللي كتعمل على أنها تأطر ذاك الجد الأساسي اللي تقوم عليه هذا الرؤية اللي كنتكلم عليها من جد، وهذا خلل. طبعا نربطه في نظري العلوم الاجتماعية، لأن العلوم الاجتماعية نقول لكم أنه دراسات اللي كتثبت دابا ولكن نحن نناقشوا في الهجرة حديثة القطاع النظري الغربي، هذه خصنا نخدم خطوة أساسية، هذيك الخطوات اللي هي خصنا نعملوها تكون نقدية وتكون جريئة. طبعا المد ولكن مستويات الدين خصها تستجب للمتطلبات الأساسية. هل التوجيه أختي، هل التوجيه خص يكون في واحد الاتجاه أنه نختم فيها بجوج نقاط، في اتجاه هو أنه نعملو مؤسسات، وانا ادعو محترم على مستوى الجهات تقدم المشروع على مستوى الجهات، يكون عندنا مراكز توجيهيه للاستشاره على مستوى الاستثمار الرصيد الهجروي الجهوي. خصك تعرفوا ان الخوف اللي كنخاف عليه على مستوى التنميه الترابيه في الجهات ان 2050 توقعات ان بعض المناطق ستصبح خاليه. تعرفوا بان الرصيد ديال الهجره في النزوح هي على مستوى التوقعات ديال 2030 غيوصل ناقص 0.36، بمعنى الفقرة، بمعنى القرى غتكون ناقص في 2030. إذا القرى ناقص، وحنا القرى بالنسبة لنا التصور الآن في إطار التوجهات العامة لإعداد القرى أو التوجهات العمومية للسياسة لإعداد القرى، الآن المفروض في إطار هذه الجهوية تكون عندنا مناطق صعبة
كيفاش تكون عندنا مراكز سهله ومع الناس ما تسجلها قوي عنده القدرات وعنده الامكانيات بحيث الموارد ان الثوره الديموغرافيه راه ماشي اشكال، بالعكس هو شيء مهم ولا بد من تسبيله، ولكن في التوجيه ان يكون له طبعا مستويات من القدرات عاليه وان تقطع في تراكمك وان تكون قابل للانخلاء. اذا خصنا اعاده الثقه للمهاجر في الخارج، اعاده الثقه للمهاجر على مستويات متداخله، وان يكون التقابل على مستوى الجهات، لان الثقه هي حاضره في السياسات العموميه، خصها تكون حاضره حتى على مستوى تدفق الهجره عامه باش نستوعبوا المجالات ديالنا وتولي عندنا المجالات اكثر استيعابا. انا الى سمحتي لي سيده الرئيسه، عندي واحد الشريبه في المانيا بغيت ننقلها للحاضرين اذا كان ممكن، ولكن في غضون اذا بغيتي نوقفهم ما عنديش مشكل. المانيا كيفاش كيتعاملوا؟ انا كانت عندي زياره علميه مؤخرا تقريبا السنه الماضيه، مشيت لواحد المنطقه مانهايم، مشيت نزور واحد المركز اجتماعي كتعرف العمل ديالي الى ذلك، لقيت انكم كيشتغلوا على واحد البرنامج جديد اسمه برنامج التمكين وتحقيق الاستقلال الذاتي للمهاجرين الجائعين اللي هما قاصرين. وجدت جميع اصناف العالم موجودين في هذاك المركز، مغاربه، تونسيين، مصري، من كل وقاصرين، ما في 16. ولكن اللي مهم في التجربه حتى ذلك الوقت كيف استوعبت المؤسسه الجهه، نقول الجهه ماشي الدوله، وخلقت ذاك المركز ومولاته، وحق لكم مركز تصوروا معايا قطيع في جميع الامكانيات، وكتسند للدوله ديك الجهه عاطيه تقريبا 5000 درهم، تقريبا 5000 درهم المغربيه لكل قصير عطيها المركز، بمعنى الى شاف ساعه ما يفكرش يسرقها، بغيتي الساعه اجي نمشي نشدوها، كسبر ديلها نمشي نشدوها، وهو داخل المركز كيتكون كيقرا كذا باش ما يتعرضش اولا للابتزاز وما يتعرضش للامور كلها. العبره من هذا الموضوع هو انه داخل جهه كاين وعي بمراكز ديال الاستيعاب، خصنا مراكز ديال الاستيعاب، خصنا مراكز ديال التوجيه، الهجره تكون عندنا ماشي اشكال، ماشي عيب الهجره، ولكن تكون راسي دخل في الاتجاه وتساهم في التنميه الترابيه. هذا مدخل ساهمت به كاعتذر من الضرب.